قال فلا يمسح يده، يعني بالمنديل، حتى يلعقها لعق الأصابع. وجرت عادة الناس أنه يعني ما يأنف من أن يلعق أصابعه، فإن فيها البركة. قال أو يلعقها، أو يلعقها، هذا ليس يلعقها أو يلعقها، ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. يلعقها هو، واللعق هو المص، مص الأصابع، لأن فيها البركة، الإنسان ما يدري أين البركة. وفيها أيضا تربية، استشعار بأن هذه نعمة، وما ولو بقي جزء منها يبقى نعمة. أو يلعقها، قال العلماء يلعقها مثلا من لا يتقذر، أو لا يعني، أو شخص مثلا يحبها، الطفل الصغير. جرت عادة الكبار أنهم يعني خاصة الطفل إذا بدأ يأكل يلعقونه أصابعهم، يغذونه، فيلعق الطفل الأصبع مثلا. أو إنسان يحب والده أو يحب أمه مثلا، ويحب أنه ما يتقذر من هذا، هذا بركة. ولذلك هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مثل هذه الأحاديث يرمون بها في أظهر الناس ولا يبالون، يفتخرون، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو ليس على سبيل الوجوب والإلزام والحتم، هو على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. جرت العادة أن الناس يقبل هذا للنفس، لكن في كثير من الناس ما يقبل أن يلعق أصابع غيره، لكن في من الناس من يقبل. الطفل الصغير جرت عادة الأمهات والآباء أنهم يلعقونه مثلا، في من الناس من يحب، من يحب هذا. فإذا غلب على ظنك أو تيقنت بأن هذا الولد أو هذه البنت، هذا الابن وهذا البنت يحب ذلك، ما في بأس في هذا، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الأصل أن الإنسان لا يمسح يده بالمنديل، وإنما يلعق، هذا إذا كان شيء مما يصطبغ به باليد. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا صلوات ربي وسلامه عليه.